السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتخب الجزائر يخوض مواجهة ودية أمام السنغال في سبتمبر المقبل استعدادا لأمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة لهذه المباراة. يعد كل من الفريقين الجزائر والسنغال من أقوى الفرق الإفريقية، وكل فريق لديه تاريخ طويل والعديد من البطولات، حيث يمتلك كل فريق منهم على العديد من اللاعبين ذات الخبرات العالمية، وكثير منهم محترف في أندية أوروبية، حيث أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إعلانات عن إقامة مباراة ودية بين منتخب الجزائر ومنتخب السنغال في شهر سبتمبر المقبل، وذلك باعتبارهم آخر بطلين لإفريقيا. وأشار الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم سيواجه منتخب السنغال في ملعب عبد الله وادي يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، وتعتبر هذه المباراة مهمة لمنتخب الجزائر حيث أنه يستعد لبطولة كأس العالم 2026، وكذلك يستعد لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي سوف تقام في كوت ديفوار 2023. وصرح كابتن جمال بالماضي مدرب المنتخب الجزائري أنه يواصل تدريباته واستعداده لتقديم أفضل أداء لديهم ليتشرف في الكرة الجزائرية. وأشار بالماضي أنه يريد ضم لاعبين جدد لتشكيلة المنتخب الوطني الجزائري لتجديد دماء الفريق، حيث قام مدرب الفريق جمال بالماضي بضم عدد من اللاعبين الجدد في المعسكرات التدريبية الأخيرة، خصوصا منذ عام نجاح الفريق في التأهل لكأس العالم 2022. وأضاف جمال إن كل من اللاعبين زين الفرنسي وأمين وغويري وغيرهم سوف يلحقون بالمعسكر، وكذلك وسط ملعب فريق ميلان ياسين عدلي، وأيضا ظهير أيمن فريق باري الإيطالي اللاعب نهدي دورفال. وسوف يقام مدير الفريق ببذل أقصى جهد لديه لخلق الانسجام بين هؤلاء اللاعبين في أسرع وقت ممكن، وإظهار أفضل أداء لديهم لتحقيق الأهداف المطلوبة، حيث أن منتخب الجزائر لكرة القدم يعتبر الوجهة الرياضية للجزائر، حيث أنه تأسس خلال الثورة التحريرية وتحول إلى منتخب كبير ينافس أقوى الفرق ويحصد العديد من البطولات. أما بالنسبة للقنوات الناقلة لهذه المباراة، طبعا يستعد المنتخبات لمباراة تصفيات بطولة إفريقيا والتي ستقام في كوت ديفوار 2024، وسوف تكون تنقل هذه المباراة قناة الجزائرية الرياضية، والتي تهتم بنقل مباريات جميع المنتخب الوطني سواء الودية أو الرسمية. فالقناة التي سوف تذيع هذه المباراة هي قناة الجزائرية الرياضية. نتمنى كل التوفيق للفريق الجزائري إن شاء الله، وإحنا كلنا مع الجزائر حتى لو راحت وين يا كريم، حتى لو راحت المريخ. أتمنى من الجميع وضع اللايك والاشتراك، وشاركوني بآرائكم وتعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.